تبون تاخذون وصف الشوارع من بنت ولا لا؟ انا الواتساب صار يحدد الاماكن. حبيبي لا تاخذ من بنت، والله تاخذ من بنت ما تصل الا بكره. بطوله كودو للدريفت اللي موجود الان في ميدان دراب للسيارات. فقرتنا الاسبوعيه المعتاده فقره المشاهد. ماجد مطرب فواز، حياك الله يا ماجد. اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا متابعي روتانا موتورز على روتانا خليجيه. بدايه حلقتنا مثل ما عودناكم استطلاع راي كالعاده، احنا في شارع التحليه في الرياض، وعندنا سؤال اليوم نبغى نسال فيه الشباب، ترضون تاخذون وصف الشوارع من بنت ولا لا؟ ايش رايكم في الاجابات؟ خلينا نشوف الحين سوا. قد جربت تاخذ وصف احدى الشوارع ولا احدى المناطق من بنت؟ طبعا اكيد، يعني من العيله مثلا او هيك شيء، يعني العيله الشغل اي مكان. طبعا طبعا، يعني هذا شيء اساسي يعني. طيب، وتقتنع بالوصف اللي يعطونك اياه تفهم عليه ولا صعب؟ هو اجمالا صعب. ليش؟ صعب كثير يعني. تخيل على فكره انه يعني فور اكزامبل، يعني انك تروح مثلا على مطعم او هيك شيء، او عم يدلوك على بيت حدا، تخيل انا بقول لك انه تتذكر المطعم اللي كلينا من عنده قبل امس هو هناك ورا البيت في الحاره هذه، وانا هنا تلحس مخك. طيب ليش قاعد تتكلم زيهم الحين؟ لان ابغى اوصف لك الفكره، انا بعيش، اخليك تعيش الجو معي. طيب وش لازم نسوي عشان نخلي البنات يوصفونه بشكل احسن؟ صراحه لازم يكون في، يعني لازم يكون في معاهد لهذا الموضوع. معهد وصف للبنات؟ معهد، نعم، يتعلموا هذا الموضوع، يعني دراسه وعلم. فكره حلوه، تقدر تتبناها؟ والله بالنسبه للعائله اللي عندي ايه، انا مستعد يعني افتح لهم مركز امرك. لا، انا عندي لك حل. حل انه الان الواتساب صار يحدد الاماكن، فيوم توصف لك تبي توصف مكانات تحدد عن طريق الواتساب تحديد مواقع وخلاص، تنزل ويجيك اللوكيشن تمشي عليه. ايه طبعا. طيب ايش رايك، مدى اقتناعك في دقة وصفهم، مناسب ولا غير مناسب؟ اكيد مناسب. ليش؟ يعني اغلب الناس يعانوا، ليش انت مو معاني بالذات؟ اعطينا السر خلينا نفهم. اكثر بيشتغلوا بدقة معك اكثر، يعني حتى مستحيل تضيع معهم يعني. طيب انا ابغى اسالك سؤال، لنفرض انه انا ابغى اوصف لك شارع، ابغى اقول لك امشي لاخر الشارع لين ما يجيك حرف تي وخذ يسار، تفضل كذا ولا تفضل انه اقول لك والله امشي قدام تلقى مسجد على يمينك خليه، امشي قدام تلقى بقاله على يسارك خليه، امشي قدام يجيك حرف تي خذ يسار، وين اللي تفضله؟ لا طبعا التفاصيل. التفاصيل؟ تفاصيل، يعني تصير تقول لي انه امشي قدام. في حضرتك من وين؟ لبنان. معروفين تهتموا بالتفاصيل انتم. حبيب قلبي. حبيبي لا تاخذ من بنت، ولو تاخذ من بنت ما تصل الا بكره. ليش؟ كذا هذا البنات توصيفهم. عطني مثال على وصف بنات. تجيك الفلة الحمراء، طبعا تصير لك فيها سبع فلة الحمر، من بعدها اخذ يمين. طبعا ما تدري اي فلة، يعني زي كذا مثلا البنات. طيب عطني وصف الشباب. نفس الفلة الحمراء ام سبع فلة. والله وصف الشباب عاد اي اصبر، يعني يجيك يجيك سبع فلة الحمر، تشوف سيارة برا تلقى سيارة كذا مرايحة فيها مخردعة، بعدها اخذ يمين. طيب يعني اثنينهم ما ينفعون؟ لا، على الاقل هذه في سبع فل الحمر ما تدري اي فله، بس هذيك اعطاك يعني وصف مضبوط انه في سياره رايحه فيها. طيب وش الحل عشان نقدر نطور عمليه الوصف بالنسبه للبنات؟ الحل والله ما تخليهم تصل يا صفان وبس. والله هذا هو. والله يعطيك العافيه. الله يعافيك. Ask for money and get advice. Ask for advice. Get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life. One day while the light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna. اهلا وسهلا فيكم مشاهدي روتانا موتورز على روتانا خليجية. عندنا اليوم في فقرتنا الرئيسية بطولة كودو للدريفت اللي موجود الآن في ميدان دراب للسيارات. عدة فرق في السعودية موجودة، عدة محترفين وعدة هواة. يذكر طبعا أن تنظيم البطولة هذه من كودو، أيضا تنظيم اختاره الكابتن فلاح الجربة من قائد فريق FJR اللي هو طبعا الفريق الرسمي لدريفت المشاهير عندنا، للقيام بتنظيم هذه البطولة. الكثير من المتسابقين مثل ما قلنا، الكثير من الفرق، شو راح يكون كبير جدا، مليء بالإثارة، مليء بالخطورة. خلينا نتابع سوا فقرات البطولة هذه بهالمشاهد. Always.
enjoy this moment. Only difference is I own it. Now let's stop time and enjoy this moment. مشاهدينا معنا الكابتن فلاح الجربة قائد فريق اف جي ار ونادي كمار السعودية للسبب الآن وراء قيادة تنظيم هذه البطولة. فلاح حياك الله، عاد ما تبغى غريب علينا. الله يحييكم ويعطيكم الف عافية ان شاء الله. فلاح يعني ما شاء الله تميزت في مجال السيارات، تميزت في مجال تنظيم السباقات، اليوم كودو ودراب اختاروك لتنظيم هذه البطولة، وش راح تعدنا هالبطولة من مستويات؟ والله الحمد لله في الجولة الأولى مثل ما وعدنا الناس أخرجناهم عن الشوارع، جبناهم حاليا في الحلبات، كان عندنا البوديوم أو منطقة التتويج لفئة الهواة، الثلاث أشخاص اللي توجوا كان لأول مرة يتوجون في أي بطولة درفت، وعندنا فئتين، فئة هواة وفئة أو محترفين، عشان ما نظلم الناس في فئة الهواة فتحنا فئة المحترفين وجعلناهم يتنافسون على المراكز الثلاث الأولى. وبالنسبة لفئة الهواء هذا اليوم الموجودين اللي يثبتون للناس أنه هذا المكان، وعندنا سيارات مثل ما حتشوفون إن شاء الله كانت موجودة في الخارج والآن حتوجد في الداخل. طيب فلاح، بطولات كثيرة انتشرت الفترة هذه، عدة شركات، عدة جهات تنظم بطولات، وش الهدف الأسمى اللي احنا نرجوه من وراء هالبطولات؟ وجود أبطال بدل وجود أكياس جثث، يكفينا الشرف في الشوارع. الحلبات هي المكان اللي يخرج أبطال، والشوارع هي المكان اللي تخرج جثث. الله يبعدنا عنها إن شاء الله. الله يعافيك. سعيد الموري اسم ضرب الشهرة في مجال السيارات في كل فئاتها، سباقات، دريفت، ما أدري إذا بنشوفك بعد بالكارتينج ولا لا، لكن سعيد تواجدك الآن في مثل هالبطولات اللي تدعم الشباب. الكثير اللي هنا موجود يعني شفناهم مبسوطين، شافوا سعيد سلموا عليه استانسوا معه، سبب وجود سعيد في البطولات اللي مثل هذه؟ والله أنا موجود اليوم مع أخوي الصغير محمد عرابي، قاعدين نهتم فيه إن شاء الله أنه يكون هو البطل القادم، هو بطل ومع أخواني يعني كلهم هنا، يشرفني تواجدي معهم، نستمتع ونشوف. أنا بديت يوم من الأيام زيهم كذا قاعد أتعلم وتوفقت، إن شاء الله اليوم كل المتشاركين هنا إن شاء الله نشوف منهم بطل السنة القادمة. سعيد أنت بطل سعودي غني عن التعريف، موجود مثل هالشباب اللي انتقلوا من الشوارع إلى الميادين النظامية مثل ميدان دراب، وش ممكن يفيدهم مستقبلا؟ يفيدهم إن شاء الله في بناية مستقبل رياضي باحترافية، ولكن إذا ما التفتت لهم الشركات الراعية ودعمتهم صعب عليهم. بتمنى إن شاء الله أن اليوم مشكور على المنظمين حلبة دراب وكودو، الإعلام أكبر داعم لنا، روتانا أنتم من أكبر القنوات الداعمة لنا بحضوركم ومشاركات، إن شاء الله مع تواجد شركات راعية راح نشوف أبطال أكثر إن شاء الله. سعيد أنا معي جيب دفع رباعي، لو دخلت درفت ضد اللومينا تبعك تتوقع أني يمكن أكسب كل صعبة؟ والله قد تحديتني أول، الظاهر أني فزت عليك، إذا جاهز. أوكي يعطيكم العافية، شكرا سعيد. شكرا أخي محمد. مشاهدينا طبعا في شيء غريب، احنا موجودين في بطولة كودو للدريفت، واغلب السيارات اللي شايفينها تشارجر، كرايزلر، اس ار تي، كامارو، السيارات هذه، لكنك تشوف هايلوكس بتشارك في البطولة، يعني احنا تعودنا نشوفها في الشوارع. خلينا نسأل الشباب اللي جايبين السيارة، عبد الرحمن وعبد العزيز حياكم الله على روتانا موتورز. هايلوكس وش الفكرة؟ الفكرة ان هايلوكس عاد نفس المواصفات على 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 الطاقة اللي السوق فيها. تكتب واحد فيه موهبة يطلع فيها لو أي موتر. أوكي أنا معاك، إحنا نعرف طبعا سمعة الهايلوكس طبعا في الدريفت وفي التفحيط إنه سيارة متمكنة جدا. مستغرب إنك مع كامارو والكلايزر. خلينا نتكلم، خلينا نسأل عبد العزيز، أنت ظهر بتسوق السيارة، فخلني بسألك بصفة يعني أكبر شوي. السيارة هذه إحنا نشوفها في الشوارع، ولا تقول لي إنك ما قد سويت شيء في الشوارع، سعوديين في النهاية نسوي ذا الحركات، أنا أسويها. فحلو إنك جاي الدراب اليوم البطولة كودو، وش تهدف من وراء؟ والله أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، بطولة كودو صراحة أول شيء متعة، ثاني شيء طلع الموهبة اللي فيك، بعدين ما فيها إمكانية يعني صراحة أنا خذيت السيارة الهايلوكس وعجبني صراحة وقلت خلني أشارك ونقدر نوصل نتيجة أنه هنا أمان، هنا ما راح تقش لك أحد، بينما هناك بتقش لك كم واحد جالس يناظره ذا. صحيح، أول شيء تشوف كياس الجثث بالشوارع من كثرة التفحيط،
يعطيكم العافية، بس عجبني فيك انك ما تخليت عن ستايل الشوارع وجايب معك المعزل. بالتوفيق يا شباب. مشاهدين، الحين أغلب المتسابقين الهواة خذوا لهم جولة تدريبية براكتس، تدربوا على الميدان نفسه، تعودوا على الكونز قبل ما تبدأ الجولة الرسمية في احتساب النتائج بالنسبة للجنة. أنا بصراحة ودي أقول حاجة نيابة عن قناة روتانا خليجية وجميع المسؤولين فيها، أنا أوجه شكر وتقدير كبير للسعودي عبد العزيز العنزان راعي الهايلوكس اللي شفناه قبل شوي، تجرأ، ترك الشوارع، ترك الممارسات الخاطئة، توجه لميدان نظامي اللي هو ميدان درب، ميدان شريكنا الاستراتيجي، فرغ موهبته هناك، فرغ هوايته هناك بكل أمان، ما ارتكب أي مخالفة نظامية. أتمنى من جميع الشباب السعودي اللي يمارس الممارسات الخاطئة في الشوارع إنه يترك الشوارع ويجي الميدان النظامية، هنا أأمن، هنا سلامة أكثر، وأكيد راح تستمتع أكثر. مشاهدين، أنا ما عندي موهبة طبعا في الدريفت، لكن عندي موهبة أني أكون رديف في الدريفت. الآن مع الكابتن سلاح الجر. الكابتن فلاح الجربة، هي البداية المميزة، هي البداية الرائعة من أرضها للمكان. اسمع تحية كل الكابتن فلاح الجربة من الرشيد. Time and enjoy this moment. Whoa. One day while my light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel. مشاهدينا، هنا نكون وصلنا لنهاية تغطيتنا لبطولة كودو للدريفت اللي تمت هنا في ميدان شريكنا، ميدان دراب للسيارات. طبعا قبل ما أختم، أنا أحب أوجه شكر بالنيابة عن قناة روتانا خليجية لشركة كودو اللي دعمت الشباب في هذا المحفل ووفرت لهم الميدان ووفرت لهم الجوائز الميدانية، وكمان أشكر فريق FJR للسيارات اللي نظم هذه المبادرة، وشكر أكيد لشريكنا ميدان دراب اللي أعطى المساحة هذه للشباب السعودي إنه يمارس هوايته بكل أمان وبكل ثقة وبكل سلامة. فاصل قصير ونرجع نستكمل مع باقي فقراتنا في روتانا موتورز، نرجع لكم بعد الفاصل. أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا، رجعنا لكم من بعد الفاصل لفقرتنا الأسبوعية المعتادة، فقرة المشاهير. اليوم عندنا ضيف مميز تميز كثير على الشاشة على مدى 8 سنوات، أبدع في مختلف الأدوار اللي مثل فيها. طبعا هو ممثل سعودي بارز وله اسمه. رحبوا معنا بضيفنا ماجد مطرب فواز، حياك الله يا ماجد. يا هلا ومرحبا فيك أخوي مهند. ماجد، أول ظهور لك عندنا في روتانا موتورز في فقرة المشاهير، ومعروف عنك التمثيل، عاد نبغاك اليوم تكون صريح معنا تماما في كل أسئلتنا. أبد، أنا ما جيت إلا جاهز أصلا، وهذا أول شرط حطيتوه علي أنتم. بالضبط. أبد، تحت أمركم. أوكي ماجد، خلنا نبدأ معك في أول سؤال. احنا دائما نعرف انه مجال الاعلام، مجال الفن، غالبا بالذات هنا في السعوديه ما يكون يعني عن تخطيط مسبق، هي صدفه تجي وفرصه تجيك والشخص يصيدها. خلينا نتكلم عن الفرصه اللي جتك لين ما دخلت مجال التمثيل، كيف صارت؟ طبعا انا بحكم الوالد ممثل قديم، فعلاقتي مع الوالد قويه جدا، فعشان كذا كنت احب هوايه الوالد اللي هي التمثيل، فأخذت هذه الهواية منه، فبدأت في المسرح عمري 8 سنوات تقريبا، والحمد لله في عام 1410 أخذت جائزة أفضل ممثل طفل في المسرح، وبعدها نمت هال طبعا أنت تتلمذت على
يعني على يد الأستاذ الكبير مطرب فواز، وأكيد أنه هو اللي دعمك في الهواية، لكن هل كان في معارضة من الوالد أنك تدخل المجال هذا؟ لأنه إحنا عادة نعرف مذيع فنان مطرب يحاول أن يمنع عياله أن يسلكون نفس المجال، صار معك ولا لا؟ إيه هذا صار، وأنا توقفت، وقفني الوالد بعد ما شاركت في الأعمال التلفزيونية في عملين، توقفت تقريبا 8 سنوات أو 9 سنوات، توقفت التدريب. طيب ماجد، السعوديين يعني حياتهم احنا دائما نعرفها بالنسبة للرياضة، كرة القدم دائما هي الرياضة الأولى، لكن في عندنا رياضة سيارات وفي عندنا مبدعين. أول شيء بسألك، أنت متابع لرياضة السيارات بصفة عامة ولا لا؟ تقريبا، مش كثير يعني. طيب وش هي أكثر أنواع رياضة السيارات اللي تلفت انتباهك واللي ممكن أنك تشوفها؟ يعني اللي قاعد تسوون أنتوا في برنامج كوب ولا البرامج الأخرى في القنوات اللي هي أو الراليات اللي قاعدة تصير، يعني جميلة، لأن أنا أصلا من طفولتي أنا شقي شقي وأحب السيارات، يعني أكثر واحد كان يسرق سيارة أبوه يصدق. أي هذه عطنا سالفة، عطنا موقف ايه. صار بالضبط لازم أعرفه. والله خفز علي أبوي. لا لا ما يخالف إن شاء الله مو بزائد. هذا في يوم من الأيام كان الوالد يجي الساعة 2 الظهر، كويس، يجي للبيت 2 الظهر يتغدى بعدين ينام، يصحى الساعة 4 العصر ويطلع المكتب. أنا طبعا أجي من المدرسة الساعة 1 الظهر. حلو. إذا جاء الوالد تغدى نام، خذت مفتاح السيارة ولفلفة في الشوارع. طبعا قبل لا أطلع وش أسوي، في شجرة عند البيت، أسوي أقص الشجرة وأحطها عند الكفر اللي قدام، شجرة ثانية عند الكفر عشان الوقت توزن في نفس المكان. إيه. المهم كل يوم على نفس الحالة هذه. الساعة 2 وعد الشباب أنا جايكم يلا ومشيهم، مش فيكم والله أبوي أعطاني السيارة عشان أمشيكم. أوكي، ما تقدر تقول لي سرقتها طبعا. إيه طبيعي. المهم الموضوع تطور، قلت كل يوم داخل مفتاح، أخذ المفتاح من جيبه وبعدين أرجع جيبه، رحت قصيت سبير. بس ما قصيت سبير واحد، قصيت 3 سبيرات للأخوياك بعد شباب. لا لا هذه بميدالية. أوكي. قلت عشان إذا ضاع واحد يصير الثاني مرة واحدة، فقصيت 3 سبيرات هذا من الغباء طبعا، حطيت الميدالية واحدة. ففي يوم بالأيام خذيت السيارة، أبوي كان عنده شغل الساعة 3 مو على 4. وانت إلى الآن الوضع إنه سيف راح يكون عندك مدة ساعة زيادة. إيه. تغير طبعا الوقت عندي، جيت والله 3:30، أول ما جيت لبقت طبعا ما كان عندي جوال ولا كان عندي شيء. فجيت والله داخل من هاللفة عند البيت، إلا والله أبو شنب واقف عند الباب. شو أسوي على طول والله وقفت من باب البيت، لا إله إلا الله لا إله إلا الله، طفيت السيارة طبعا على طول حكتني إذني. توقعت إن في شيء بصير، عارف اللي بيجي يعني. فلا طفيت السيارة، فتحت الباب، سكرت الباب، نظرت فيه، قال لي والله قلت إيش فيه؟ قال لي وش فيه؟ قال لي وش فيه؟ طبعا مفتاحها معه، هو مستغرب ان السياره كيف راضي، عطني مفتاح وطلع له 3 نسخ. والله عطيني مفتاح، لا شاف قال نظر 3 نسخ، قال تستهبل انت ولا يجيك 3 نسخ بميداليه واحده؟ قال تعال طاع. انت طبعا عندك السنه هذه فوق ال3 اعمال ان شاء الله على مختلف الشاشات العربيه، اتمنى انك تكون انهيتها احتياطا، عندنا شوط الدريفت ما نضمن، احنا وسائل السلامه موجوده لكن نقول ان شاء الله انك موجود. الله يستر، انا كاتب الوصيه في السياره بس مسلمني على الاهل اذا قبل. جاهز ومتحمس بعد. مشاهدينا، درفت مع ماجد مطرب فواز بهاللقطات. اي شيء بيصير بدي عليك انت. ها شوف انا بقول لك حاجه، انت وقعت معنا ورقه ان احنا ما نتحمل، فاي شيء يصير انت اللي تتحمل. ابد، حلالكم وحلال هالبرنامج الجميل. الله يسلمك ماجد، لا ان شاء الله الامور بخير، فلاح سائق ومحترف وسائل السلامه كلها موجوده، الفون، سيارات الاسعاف، كل شيء موجود ان شاء الله، ما عندك مشكله حبيبي. ابد، كل شيء واضح. اسعاف قريب، لا تشيل هم. لا لا كل شيء واضح والله حبيبي. يلا. طبعا ماجد متحدي ويقول انا اللي ابغى اسوق وانا مدرفت زي اي واحد سعودي طبعا، لكن الان فلاح وش بيسوي فيه؟ هذا اللي بنشوفه. ياسر، انت طبعا مع فلاح في الفريق مسوي شغل اليوم. أليم أليم، أكيد الكابتن فلاح بطل. نبي نطلع معه. أكيد الآن شوف جالس احتريش وهيات ونطلع معه. قرب مننا خلنا نشوف.
ماجد، من اللي بيسوق احسن، انت ولا فلاح؟ والله شوف انا الحقيقه قلت الفلاح من يوم بعلمك حركتين، قال لي سوى لي حركه خوفني، قلت لا خلاص خلاص امزح يا اخوي لا تحصل. هذا اللي يتحدى فلاح يا ماجد، انت كذا هيضت على ما يقولون قد التحدي مع فلاح، ما بقد التحدي. الله يعطيك العافيه فلاح حبيبي، الف الف شكر لك. اليوم احنا استمتعنا وجينا في هالبرنامج وفي مضمار جميل، خلاص الفرصة قدامكم يا أخوان، لا حد يتهور ويعدم الناس ويعدم الإشارات ويقطع ويتلف أشياء كثيرة. اللي أقول لكم في مضمار موجود، اللي يبغى يفحط، اللي يبغى يسوي شيء يجي هنا. وهذا فلاح حبيبنا اليوم، أول ما كان في إشارة ما يقطعها، بس بعد ساهر عقل قال خلاص ما في إلا المضمار. فأنا أقول الله يحييكم شبابنا، انتبهوا لأنفسكم، راح كثير ما عاد نبغى شيء يصير. الله معكم والله يعطيكم العافية وشكرا لكم. أنا أخوكم ماجد مطرف فواز، تابعوني على روتانا موتورز. مشاهدينا، بعد رسالة ماجد مطرف فواز نكون وصلنا لنهاية فقرة المشاهير لهالليلة، ومعها كمان وصلنا لنهاية حلقتنا لهالأسبوع. لكن الأكيد روتانا موتورز مستمر معكم الأسبوع الجاي في نفس الموعد، سيارات جديدة، طرازات أحدث، وأكيد إيفنتات أكثر. تصبحون على خير. في موتر تميز من بين كل المواتر اللي موجودة في مختلف فئاتها، طبعا هو موتر بحري، فاز بلقب جائزة موتر اوف ذا ويك على روتانا خليجية لهالأسبوع، أكيد ما راح يكون إلا الإفزد آر من يامان. فقرتنا المعتادة في آخر الحلقة سليبرتي تايم. الرياضي اللي عندنا اليوم هو أولا مثل ما قلنا رياضي سيارات، وشغلة ثانية هو أمير سمو الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل.